حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سالم اخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه ثم انصرف فاقبل علينا فقال ارايتم ليلتكم هذه فان راس مائه سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد